بنصرة أبدات نصدع عناد الغوات كرجالك العيالات كل شي باغي الحرية من تونس مشات الميسر حسني مبارك تحسر توا تقلب لي المنظر ما بين الصباح والعشية في ميسر نادو الدوار قالوا حسني من الكفار داير على غزة الحصار ومعاون الصهيونية من ميسر جات ليبيا سمع القذافي وكعاقي أنا قائد الثورة ماشي رأي الجمهورية يخلع في الدوار زنقة زنقة دار دار راني نحرقهم بالنار إلا ما سكتوش عليا شوية مشات لي زنقة زنقة داروا لي خنقة خنقة قلنا لي آخر خرقة الدافي ولا بحال الدرقة واشدوا ديزقة أشدوا لقة الناس قدم للشعب ديال السياسة وتقي زهرة في الرئاسة هو قال لك واش تمسحها بالقرطاسة قجوا في البلاصة وأنا مفرعن بحالو بحال فرعون وفرعون مات بحرا قدافي مات قدوسا فرعون بقى في التاريخ القرآني القدافي بقى في كمانجة ديال الجنالي اسمع وتسنى الدخالي حلو مات على الدنيا مات سوى والي باقي واحد بالشهر حرق المساكين بالنار سبب ليهم في الخطر بطريقة عشوائية دي يقتل فيه خوتوك شحال من أبطال ماتوك بني سايون اللي خطوه الفتنة العربية تقليدكم الفلسطيني نزيدهم العراقيين ويبقى على الخليجيين والدول النامية مرتحنا يا مهروفين وخاه كاكو صابرين والأمم خسنا العوين على القومان المعمية شوفوا اسبانيا الهبيلة صبحت لينا في ليلة محتلة سبتة ومليلة ومقمطانة في السرديلة على الجزائر الشقيقة كانت عندنا فيك الطيقة انتي ولا بوتفليقة تقبتوا معنا الوريقة اسمع المغرب مع دولة صديقة الشقيقة كانت انت مربيقة جانا الدليل من تندوف شحال من مغربي معروف محصر في القمع والخوف من القمان الوحشية رجعنا لقصة العرب تاي لقيت فيها العجب كل حفظنا من شعرب قتلوا خوتهم في الدنيا ختم كلامي بالحمد ربي سيدي.